ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة، والنهاردة بقى المنيو تحدي بالنسبة لخبير التغذية، مبدأها في الدايت لا للحرمان. طبعا مش عارفين هتعمل ايه النهاردة، واحنا وصفاتنا كلها عبارة عن مربى، يعني كميات سكر من عيار تقيل قوي على عالي السعرات، صنف من اشد اعداء الدايت واسلوب الحياة الصحي. هنعملنا النهاردة ايه بقى؟ نعمل مربى بلح وجزر ورمان وبنجر. هتعمل معانا ايه دكتور نهال؟ خلينا نشوف الاول. ايه يا دكتور؟ اهلا بيك. ازيك يا روح؟ منورانا. النهارده المنيو كله سكريات. هتعملي معانا ايه يا دكتور؟ يا ترى هتقولي ايه في الموضوع ده؟ لا انت عارفه معايا مفيش حرمان، كل حاجه متاحه الحمد لله. طب قولي لنا هنعمل ايه بقى في المربى دي؟ يعني بجد المربى دي مهمه قوي للولاد ولينا. مهمه بس انا ممكن يعني اديكي كومنت كده صغير. قولي طبعا. تزعلي؟ لا ما زعلش، انا ما بزعلش، انت تقولي اي اضافه هنا تقولي براحتك اللي انت عايزاه. انا بالنسبه لي المربى بتاعت النهارده هنعمل فيها شويه تعديل بسيط قوي. ايوه. هنبدل السكر الابيض بالسكر الدايت. حلو قوي. بس كده. يا سلام. طبعا ده الف به، يعني ان احنا لان اول حاجه لازم اختار كمان السكر من افضل انواع السكر الدايت، وخصوصا ان احنا عاملين مربى على السخن. أيوة. فمش كل انواع سكر الدايت تصلح للسخن. حلو قوي. ما هو ده بقى اللي انا جاي اقوله. مميزات السكر الدايت، انا لما اجي اختاره ازاي؟ افضل يعني انا بالنسبه لي من افضل انواع سكر الدايت وامنهم كمان هو سكر سيسل. لان اول حاجه في ماده السكرالوز. الماده دي مصرح بيها من الاف دي اي ان هي ملهاش اي اثار جانبيه. كويس جدا. تمام. تاني حاجه الماده المصنوعه من السكر سيسل زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج من الجسم، الجسم لا بيعرف يمتصها ولا يهضمها. كويس. فانت كده ما خدتيش سعرات حراريه. والجميل بقى ان هي بتسكر طعم الحاجه اضعاف مضاعفه من السكر العادي. يعني ايه؟ يعني باخد منها كميه قليله بتخليني ان انا احس ان طعم الحاجه مسكر قوي. يعني ايه برضو؟ اقول لك يعني ايه؟ يعني انا لو هستخدم في المربى دي، لو انت مستخدمه كوبايه سكر، انا هستخدم فيها ربع كوبايه سكر سيسل، فانا كده وفرت في الكميه. هايل. تمام. ثالث حاجه ان انا في انواع سكر دايت كتير جدا امنه. بس مش كلهم تاثيرهم الحراري عالي. يعني ايه؟ يعني مش كلهم بيقدروا ان هم يدخلوا الفرن او يفضلوا على النار او ان احنا نطبخ بيهم. صحيح. سكر سيسل ميزته ان هو تاثيره الحراري عالي، بنقدر ان احنا نطبخ بيه وكمان ندخله نحطه على النار عادي. كويس. ودي ميزه مهمه جدا للامهات عشان بقى تعمل ايه؟ تعمل بقى كيكات، تعمل اي حاجه، تقنن تعمل شويه من نسبه السكريات العاليه حتى للاطفال. يا دكتور سكر دايت هتامن حتى للاطفال، فانت بس بتبدلي السكر وطعمه. الميزه بقى الاخيره والاهم لاي حد بيستخدم سكر دايت، في بعض الاطعمه بتتغير. ده حقيقي. هو ما بيغيرش لا الطعم ولا المشروبات. انا هحكم في الحلقات الجايه. ايوه انا هقول لازم الحلقات الجايه هنستخدم وحن ان شاء الله نقول لحضراتكم فعلا طعمه ايه. لانه الناس خلاص، الناس ما شاء الله بقت يعني عندها ادراك وعي. عندها ادراك وعي جدا، وبتجرب منتجات كتير جدا، وانا بحترم جدا اراء اي حد بيديني كومنت على الصفحه بتاعتي بصراحه يا دكتور نهال. احنا عاوزين بقى بعد كده نعمل السكريات بسكر ايه؟ لا لا لا، هنعمل خلاص بسكر ان شاء الله سيسال باذن الله، ونضيف يعني منتج جديد للناس بشكل محترم من ضمن الحاجات اللي بيشوفوها برضو محترمة أكيد اتعاملوا معاها. مش عيب أن أنا أغير من الأنواع، ومش بالضرورة أن أنا أمشي على نوع معين طول الوقت. لا طبعا، على فكرة أنا واحدة من الناس بحب قوي أكتر من يعني مكان أخد منه السكر بتاعي وأنوع، مرة عسل مرة سكر بني مرة سكر دايت، يعني أحس أن أنا حتى مش طول الوقت ماشية بالسيستم ده. عشان في ناس بتخاف على لونج ران من استخدام السكر الدايت بشكل ممكن قوي. ممكن نغير الأنواع كل فترة. نغير الأنواع كل فترة. فأنا كده بالنسبة لي لما بدلت المربى يعني ألف به، بدلنا السكر الأبيض بالسكر الدايت اللي هو سيسل، ده بالنسبة لي إن أنا إيه خدت طبعا فرق جدا في السعرات الحرارية. أكيد. لأن السكر ده أكبر حاجة فيها سعرات حرارية في المربى. صحيح. فأنا خدت سكر آمن جدا، خدت سكر ما بيغيرش لا طعم المشروبات ولا الأكل. طيب. خدت سكر تأثيره الحراري عالي ينفع أطبخ بيه. خدت كمان سكر بيضاعف، يعني بيضاعف بيخلي الحاجه مسكره اضعاف مضاعفه السكر الابيض، فانا محتاجه اكتر من كده ايه، سواء ليا ولا لعيالي. وده بقى السكر ده يا جماعه ملهوش علاقه بان انا بعمل دايت فلازم اخد سكر دايت. ده حاجه هيلثي، حاجه صحيه. في ناس بتاخده من غير بتحافظ على وزنها بس. ده حقيقي. انا مش قادره ابطله. غير بقى ان السكر كمان السيسل انا يعني هو موجود عندنا في شركه اون تارجت فارما،
بس برضو موجود متوفر في الصيدليات، ودي حاجه مهمه جدا. انت طبعا ممكن تشتريه من اي حته انت عايزاه، امن يعني، ونوعه طالما في الصيدليه يبقى احنا الحمد لله في الامان. طيب قول لنا بقى يا دكتور، بالنسبه لان احنا في المدارس طبعا في ولاد بتحب تاخد صنشات المربى زي ما بيحبوا ياخدوا صنشات الحلاوه، عارفه الكونسبت ده. الكورس بتاع الاناسيليوم مع نوعيه الاكل دي خصوصا للاطفال اللي بيتعاملوا مع كورس الاناسيليوم اللي هم عايزين ينزلوا من وزنهم او عندهم سمنه، بيبقى ايه الوضع بقى؟ تمام. انا بس كده قبل ما اقول على الموضوع الكورس الاناسيليوم مع الاطفال اللي بيستخدموا المربى، لازم اقول للناس تاني مشكله في المربى ايه غير السكر. اتفضل. عشان الناس ممكن تفتكر انا بدلته بالسكر الدايت فاللي هو عادي اوكي اكل بقى الكميه اللي انا عاوزاها. احنا لما بنفتح على البحر، دي مشكلتنا. لا ما بنعرفش طبعاً نعمل كنترول، نقول إن اللي هو ايه احنا قلنا في الحلقه سكر دايت سيسيل، فيلا ناخد كيلو بقى ناخد بقى العلبه كلها. قول لنا بقى الكميات صح اللي احنا المفروض ناخدها من الحلويات. تاني بقى مشكله من في المربى ان هي اي نوع مربى بيتعمل من فاكهه طبعا، من انواع الفاكهه، وبيتحط على النار لفتره طويله جدا، وتركيزه اصلا بيبقى عالي والقوام بتاعه عشان يبقى تقيل كده. ايوه مظبوط. الفكره بقى ان المربى اصلا زمان اخترعوها كوسيله لحفظ الفواكه. صحيح. لان زمان ما كانش فيه ثلاجات، ما كانش فيه هندسه زراعيه، تمام. فاحنا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الثلاجات بقت متوفره الحمد والهندسه الزراعيه تطورت عشان الفاكهه تبقى موجوده في جميع المواسم، ما بقناش نخزن يعني، ما بقناش محتاجين ان احنا نحفظ. والمربى كمان بقت موجوده 12 شهر في السنه. صحيح. في اي وقت. فكده احنا بناخد اول حاجه الفواكه اللي في المربى بتفقد كتير جدا من السوائل، فبتعلي المؤشر الجلايسيميكي بتاعها او المؤشر السكري بتاعها. تاني حاجه بتفقد كتير جدا من الفيتامينات عشان بنسيبها فتره طويله على النار، المغذيات الدقيقه. ده حقيقي. غير كمان اخر حاجه ان هي بتفقد كتير من الالياف الغذائيه، فبقى المؤشر السكري بتاعها عالي جدا، بتعلي سكر الدم بسرعه جدا، بتجوعنا بسرعه قوي، بت 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 يعني بتزود فرص تخزين الدهون، وفي نفس اكيد الوقت ما كانش عليها قشطه كمان. يعني اكيد ما كانش عليها قشطه. ده بقى حلو قوي لموضوع القشطه دي. فده المربى وش اللبن برضو نعرف احنا خلاص عرفنا ايه مشاكل المربى، خلاص تمام إيه. احنا تقبلناها. لو عاوزين بقى ناكلها، ايوه ناكلها ازاي؟ ايوه حلو قوي موضوع القشطه. ايوه دي. لان اشهر حاجه عندنا مربى بالقشطه. ايوه طبعا. تمام. طبعا لما تقولوا مربى بالقشطه هيقولوا لا ما ناكلش مربى بالقشطه، لا كلوا مربى بالقشطه، لان القشطه دهون صحيه. صح. تمام. والدهون اللي فيها طبيعيه، فهي هتساعدنا ان حاجه المربى حاجه مؤشرها السكري عالي. نحدد بس ان القشطه البلدي يا جماعه، وش اللبن الطبيعي بتاعنا، ده حقيقي. مش القشطه المعلبات ولا النباتي. ده حقيقي. جدا. القشطه البلدي اللي هي الطبيعيه دي هتخلي مع المربى هتخلي المؤشر الجلايسيميكي بتاعها يقل شويه، فهتحسسنا بالشبع، هتخلينا ما نجوعش بسرعه، هتخلينا ما عندناش بعد ساعه او ساعتين مش قادرين عاوزين ناكل، فهي هتظبط الدنيا ان هي تعلي السكر تدريجيا. وطبعا كل ده مش عاوزين ننسى نباكه الاناسيليوم قبل اي وجبه احنا بناخدها برضو طبعا. عشان ما ننساش احنا كورس الاناسيليوم معانا قلبا وقالبا، هو اللي بيساعدنا، هو كلمه السر في التحكم في الكميات. صحيح. هو اللي بيقنن الكميات ومفيش حرمان، واللي بيخلينا بقى ناكل بقى مربى بالقشطه. أيوة. وبيخلينا ناكل محشي، وبيخلينا الكميات اللي قليله. بالظبط. لان هو بياخد نص حجم المعده، وده مهم جدا ان هو بيملى نص حجم المعده، فبيخلينا ناكل بكميات قليله. مبسوطه كمان من حاجه يا دكتور، انه بيخلينا نشرب ميه كتير، واحنا في الشتاء ما بنشربش ميه. ده حلو جدا. ده كمان بيعالج مشكله الامساك. احنا في الشتاء ما بنشربش ميه كتير، وبيجي لنا امساك كتير حتى الولاد. وهو الولاد، فهو هيخلي اولادنا يشربوا ميه بكميات وفيره جدا، هيرطب جسمنا كويس قوي، وبشرتنا اللي بتجف في الشتاء دي من الميه. وفي نفس الوقت هيعالج مشكله الامساك ان هو هيشربنا ميه كتير. فكده مش هنزعلك طبعا يا شيف، هناكل مربى بالقشطه. بس بقى في تركه بقى. ايوه قولي لنا. العيش. ايوه احنا قلنا مربى بالقشطه ماشي، ما تجوش تقولي بقى عيش فينو. حته تستموني. تستموني يلا. أيوة. عشان تزعلي انا اقدر ازعلك يا دكتور. بلاش بقى عيش فينو ضربتين بالراس توجع. ما احنا مش كل حاجه ليها حل. فبلاش الفينو، بلاش الفينو، بلاش الفينو. حاضر. هنبدله بتوست اسمر قمح كامل، خصوصا لمرضى السكر بقى كمان. لو استخدمنا السكر الدايت، مرضى السكر الفينو ده بيرفع لهم السكر جامد قوي. حرام قوي. ده بيرفع لكل الناس. ده هو لو اديتيه انا شفته بعيني والله عند الدكتور، قال له انت اكلت ايه؟
كلت ايه دلوقتي خلى السكر فينو. بقى في السماء. قال له انا كلت رغيف فينو. يا شيف عظيم الراجل الدكتور كان هينهار والله. لازم تشوفي الفيديو بتاعي بتاع بلاش الفينو، انا عامله فيديوهات على السوشيال ميديا على موضوع الفينو ده. هي. عشان كمان كانت دخلت المدارس، وطبعا احنا ثقافتنا لاولادنا ان احنا نحط ايه، نحط الفينو في الكنترول. بيقول لك يا دكتور طب نعمل ايه في ساندوتش استاكرانس اللي ما بيتاكلش الا بالفينو؟ طب اقول لهم ايه؟ هو فينو في، على فكره في فينو صحي دلوقتي كامل او او توست اصلا. لو سمحت يا مونتي تاكلوا في الفينو الصحي اللي عليه شوفان بيقول لك عارفه خلاص تجيبه تحطه فيه لو سمحت من نص واحد بس. ايوه ده حقيقي، لان الفينو ده مصيبه، وكمان احنا كارثه لاولادنا. يعني احنا لازم نقول لهم كل يوم فينو في المدارس. لا بس انا الحمد لله بنوع، الحمد لله يعني. انا عن نفسي خليت كل الماميز يعني الماميز ما شاء الله بقوا متابعيني وحاطيني على كل جروبات السوشيال ميديا بتاعتهم، فبقيت دايما الفينو واللانش بوكس والبلاستيك ونوع البلاستيك اللي بنستخدمه مهم. ده الحاجات دي كلها مهمه جدا. ولازم بقى الامهات كمان، في حاجه حلوه جدا، الامهات بقت مثقفه ان هي تعرف ايه الهيلثي وايه اللي مش هيلثي، ايه الصحي وايه اللي مش صحي، فده مهم جدا. نرجع بقى لموضوعنا، احنا هناخد كده المربى بالقشطه مع التوست الايه البني بتاعنا البني، وقبليها باكت الاناسيليوم يا جماعه قبل كل وجبه. كويس. ده بنص ساعه جدا. مع شرب ميه بكميه كويسه. ايوه تمام ده حقيقي. نكمل بقى يا دكتور. نكمل ماشي. انا هسالك بقى، احنا دلوقتي خلاص كلنا وحلينا، بعد فتره قد ايه ممكن استشعر الجوع، او لما احس الاحساس ده ممكن اخد ايه، واخر وقت ليا بقى، اخر وقت ليا في الاكل اكل امتى الافضل يعني؟ بصي هو لو انا هاخد الاناسيليوم ده مثلا مرتين او ثلاثه في اليوم حالتي تستدعي ده. تمام. لو انا هاخده بالليل يبقى اخر وقت ليه بالليل امتى؟ بصي اخر وقت انا دايما بحب ان انا قبل النوم بثلاث اربع ساعات ان انا اوقف اكل، يعني لازم ادي لمعدتي وقت ان هي تهضم. كويس. بالليل ده وقت الهضم. بس برضو ده بالنسبه للناس العاديه اللي هي بتشتغل بترجع من شغلها في وقت 3 4 فبتقدر ان هي تبطل مثلا الساعه 8 9 قبل النوم مثلا بثلاث اربع ساعات. طب انا بستنى جوزي، ما اقدرش اقول لك لا لحد بالليل. لما لحد بالليل تبقى الوجبه الرئيسيه إيه بالليل؟ صح. هقول لها بقى ما تاكليش مع جوزك واعمل مشاكل ما بينهم؟ لا برضو انت عارفه ما عنديش حرمان خالص. أيوه. لا ساعتها بقى هنعمل ايه؟ ساعتها انا بمشيها على الصيام المتقطع. كويس. الصيام المتقطع من الانظمه الحلوه جدا. بس ما ينفعش اكون انا اول مره اعمل نظام غذائي اقوم ماشيه على الصيام المتقطع. عشان كده انا بمشيها على نظام اسبوع الاول عادي، وبعد كده بمشيها على الصيام المتقطع. وطبعا بيبقى معاها كورس الاناسيليوم يا جماعه، هو اللي بيخليها تتحكم في الكميات. كويس. انا ما ينفعش يجي لي مريض سمنه 100 كيلو واقول له امشي على الصيام المتقطع وصوم 8 ساعات من غير اكل و8 ساعات مش هيقدر على فكره و8 ساعات تاكل مش هيقدر. مش فلازم ياخد بقى كورس الاناسيليوم يتحكم في الكميات عشان بس نقصر المسافه، يعني نقصر المسافه بتاعه الايه. احنا عاوزين نوصل لنتائج مذهله في وقت قصير. صح. الحل وكلمه السر هو كورس الاناسيليوم. هايل. طيب هو خلاص، هو يعني بالليل بقى لما بيجي ياخده بالليل بالذات اللي هم عندهم شراهه في الاكل دي، يبقى مثلا لو هياخد وجبه بالليل ياخد الاناسيليوم بالليل عادي، وياخد العشاء بتاعه المقنن ده عادي وينام عادي. هي بقى مع جوزها، ما احنا مش هنقدر بقى يشيف. تمام. يعني ده ما فيهوش مشكله يا دكتور؟ ما فيهوش مشكله. طيب تمام. طيب قول لنا بقى الاول، نعرض مع بعض بس الصفحات وطرق التواصل بعد اذنك عشان اصدقائنا لسه متواصلين معانا يعرفوا من خلال الارقام طبعا اللي على الشاشه، فيها ارقام تليفون وواتساب. من خلال صفحه اون تارجت فارما، او من خلال صفحه نهال حافظ على الفيسبوك، او من خلال انستجرام اون تارجت فارما، او من خلال انستجرام نهال حافظ، او من خلال ارقام اللي بتظهر على الشاشه، او من خلال الواتسابات اللي بتظهر على الشاشه برضه. طيب هي من نفس الارقام. من نفس الارقام. قول لنا بقى حضرتك لما بيجي لك الاول الناس بتبعت وبتتصل من خلال واتساب وتبدا تجي لك حد بيقول لك انا مثلا وزني كذا والدنيا عندي كذا، بتمشي ازاي بقى السكادجول كده بتاع الحاله معاك لحد ما توصل؟ انا قبل ما اجاوب على السؤال ده حابه اقول حاجه بس بسيطه. احنا بنتكلم عن مربى بالقشطه، واكيد كل الامهات بتودي مربى بالقشطه، فبتقول لك طب انا ابني بياكل كتير منها، طب اعمل ايه؟ اتحكم في الكميات ازاي؟ طب الاناسيليوم مناسب لسنه ولا لا؟ لان السؤال ده بالنسبه لي مهم في حلقه المربى بالقشطه جامد، لان دي من اكتر الاسئله اللي بتسالها بالذات الاطفال. هو امن؟ يا جماعه احنا مش بندي علاج، احنا بندي مكمل غذائي، احنا بندي حاجه بتحسن مناعه اطفالنا، حاجه طبيعيه، حاجه طبيعيه بتعالج فيها فيتامينات واملاح ومعادن، حاجه كمان بتعالج مشكله الامساك، لان احنا في الشتاء بنشرب ميه قليل، فهو هيخليني اشرب ميه كتير. حاجه فيها الياف بتغذي مايكروبيوتا الامعاء،
حاجه فيها بتقلل امتصاص النشويات والسكريات، عشان احنا واخدين مربى بالقشطه فالسكريات عاوزين نقلل امتصاصها شويه، نقللها شويه حاجه هتحافظ على هتحسن مناعه الجهاز الهضمي بتاع اولادنا، حاجه هتحسن مناعتهم ضد اللي هو نزلات البرد والالتهابات واحنا في فتره تغيير فصول. في حاجه فيها فيتامينات وفيها فيتامين سي، حاجه فيها البورمالين بيبطئ عمليه الهضم والامتصاص، وفي نفس الوقت بيحافظ على معدات الحرق وعلى مستويات الطاقه، ومش بيخزن لما بنحرق الدهون، مش بيخزن، بيساعد ان هو ان احنا ما نخزنش دهون جديده او بيقلل امتصاص الدهون الجديده. فانا بدي لطفلي مشروب ملوش اثار جانبيه، كل المواد دي امنه 100% مرخصه من منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، ومرخصه كمان من جمعيه الغذاء والدواء هنا في مصر. فانا بدي له حاجه امنه، فما قلقش، امنه على الاطفال وامنه على الامراض المزمنه وامنه على جميع الحالات. طيب احنا معانا دكتور فاطمه من الشرقيه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي فندم، اتفضلي. ازيك حضرتك؟ انا فاطمه صبت من الشرقيه. أهلاً بيكي وأهلاً بأهل الشرقية. ربنا يخليك، يعني أكتر ناس. أنا عايزة أحكي لحضرتك بس تجربتي مع أناسيليوم، لأن أنا بجد مبهورة وفرحانة بيها بجد. طب اتفضلي. ربنا يخليك حضرتك. أنا طبعاً وزني مش كان للدرجة اللي هي، بس لو ما كنتش مرتاحة في لبس، ما كنتش مرتاحة في خروج، برضو حركة. كان جالي فترة رجلي، يعني أقسم بالله العظيم مش عشان على الهوا أو أي حاجة زي كده، أقسم بالله العظيم رجلي كانت خلاص حسيت إنها اتشلت من السخن والزيادة اللي فيها. بعد الشر عليكي يا حبيبتي. ربنا يخليك. قولي لي يا فاطمة، أنت وزنك كان كام وبقى كام؟ أنا وزني كان 90، بس سخني كله كان جاي في رجلي. في الأرداف. يعني رجلي كانت مليانة جدا. سنك قد إيه؟ طبعًا سمعت كتير وكنت أشوف على الفيس. المهم ارتحت للبرنامج ليكوا ولحضرتك، فاتصلت على طول، ردت عليا دكتوره محترمه كده اسمها شيماء تابعت معايا. المهم جبت منها وبسم الله ما شاء الله، كله يقول لي لا ده انت هيبقى في اثار جانبيه، لا ده انت هتتعبي. انا والله مش عشان على الهواء، ان انا كان في عندي اتعب حاجات كتير، سبحان الله حسيت ان انا ارتحت على الكورس ده. لان داومت بقى شربت ميه كتير، انا اصلا كان عندي تعب لازم اشرب ميه، ما كنتش بشرب غصب عني اضطريت اشرب ميه. يعني والحمد لله ونزلت كويس يعني. تمام. انت كنت بقيتي كام كيلو؟ كنت 90 وبقيتي كام؟ انا كنت 90 ودلوقتي 69. ما شاء الله. يعني ما شاء الله. في وقت قد ايه؟ حتى انا صغرت كمان يعني. طبعا الخسان بيصغر. قولي لي يا فاطمه في وقت قد ايه يا حبيبتي؟ ما هو الكورس تقريبا شهر، مش فاكره والله، تقريبا شهر. لا انت خسيتي في وقت قد ايه؟ يعني من 90 ل 90؟ كنت جبت كورس شهر وكورس تاني مش فاكره والله، الكورس هو 15 يوم بس مش فاكره. لا الكورس تاني كنت جبته انا وحد معايا يعني. يعني شهر ونص. شهر ونص. قعدت شهر ونص. العيله كلها والجيران والله الساعه 1 بالليل اي حد يتصل عليا عايزين نعرف الرقم انت جبتيه. يعني فعلا دكتوره شيماء من الدكاتره المميزه، شاطره جدا في المتابعه. ربنا يبارك لها. في دكتوره اسمها شيماء هي اللي كانت بتتابع معايا بصراحه. ربنا يبارك. دكتور شيماء من الناس اللي انت بقى كده خلاص هتثبتي ولا لسه عاوزه تكملي؟ ثبت بعد كده في شهرين تقريبا، برضو مش فاكره. شهرين وبصي بعد التثبيت يعني انا اسفه الكلمه زي كده، يعني بقى عندي بقيت يعني باكل بطريقه غير طبيعيه، بس ما فيش الحمد لله دلوقتي بوزن كام شهر ما فيش زياده. طب الحمد لله. انا صراحه ما كنتش بقتنع بكلمه التثبيت دي، وكنت حاطه يقول لي هتزيد، وكنت بجد والله حاطه في دماغي ان انا لا فاطمه ما تزعلناش بقى، مع اون تارجت اسلوب حياه صحي، ما فيش زياده تاني، احنا ما بنعملش دايت يعني وكده وخلاص. خليني ماشيه زي ما انا كده على طول، لسه قاعده مرعوبه طول الوقت، مرعوبه ان انا اجي فيهم الاقي نفسي زدت. ميرسي يا حبيبتي، انا يعني بشكرك على المداخله الجميله دي، وطبعا بشكر دكتور شيماء من الفريق الطبي من 90 ل 69، حاجه يعني ممتازه. شكرا جزيلا يا فاطمه، ميرسي ليك. عارفه اكتر حاجه عجبتني في المداخله ايه يا شيخ؟ ان هي بتقول لك انا بقالي كام شهر بوزن والحمد لله وزني ثابت، عشان انا كنت خايفه ارجع في الوزن تاني. هو ده النجاح، هو ده التارجت بتاعنا، هو ده الهدف. احنا مش دايت لفتره مؤقته، احنا بنعلمك ازاي تعيشي اسلوب حياه صحي. فان احنا ما بنزيدش تاني، وده اللي احنا بنحتاجه وده اللي بنلعب عليه، وعشان احنا بنخاف على نفسيه المريض وصحته قبل اي حاجه. طب ما تقول لنا بقى طرق التواصل اخر حاجه، عشان بتقول جيرانها واصدقائها بيسالوا، فنقول لهم بقى يلا قبل ما نفاينل الحلقه بتاعتنا. احنا طرق التواصل من خلال صفحه اون تارجت فارما. ايوه. او من خلال صفحه نهال حافظ على الفيسبوك، من خلال صفحه اون تارجت فارما على انستجرام، او صفحتي على الفيسبوك نهال حافظ،
على انستجرام سوري، او من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه، او من خلال الواتسابات بتاعت الارقام اللي بتظهر على الشاشه. اوكي طبعا. وعاوزين نفكر ان الشحن مجانا من اول اسكندريه لحد اسوان. والمتابعه مجانيه طبعا. المتابعه مجانيه. نشكرك يا دكتور بجد، اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني، دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه العلاجيه، نورتيني وشرفتيني. واسمحوا لي طبعا لازم اشكر حضراتكم، اشكركم لحسن المتابعه كل مشاهديني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، ومن هنا الحلقه جديده اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوفكم على الف خير وصحه وسعاده وسلامه، و السلام عليكم.